السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله أيامكم كل خير. معكم أخوكم محمد بخاري من شركة بروج العقارية، حاليا متواجدين في مدينة طرابزون. بإذن الله اليوم جايب لكم عرض مميز جدا، عبارة عن فيلا. طبعا هي مثل مجمع، لكن تقريبا كل فيلا منفصل عن الآخر، لها سور ومحدد. طبعا أول شيء نتكلم عن الموقع. الموقع اللي احنا موجودين فيه حاليا منطقة اسمها بستانجة، هذه فوق حي الجامعة. طبعا في منطقة، في حي اسمه حي الجامعة، فيها 45,000 طالب تقريبا ساكنين في المنطقة، وفي حي فوق منطقة الجامعة اسمها بستانجة. طبعا حي مميز راقي، أجواء هادئة جدا، بحكم انه طبيعة الاسكان فيها جميعها فلل، يعني ما فيها عماير، ما فيها ازدحام. طبيعة المنطقة اغلبها يعني بنايات صغيرة، تعتبر 4 أدوار 5 أدوار على شكل فلل. طبعا اول شيء تكلمنا عن الموقع، نتكلم عن الخدمات او الخدمات القريبة من المنطقة. طبعا عندنا مول الفورم يبعد ما يقارب تقريبا بالسيارة 5 دقائق، عندنا الجامعة، عندنا المستشفيات، عندنا الكافيهات، المطاعم المشهورة اللي موجودة في مدينة طرابزون، اغلبها قريبة من المنطقة اللي احنا موجودين فيها. طبعا الشارع اللي احنا واقفين عليه الان هو اللي يحد الفيلا من الخلف، عرضها تقريبا 7 أمتار. اللي يميزها او اللي يخدمها، فيها باصات تطلع من حي الجامعة مباشرة الى باب الفيلا، تقدر تطلعوا بالباص وتقدر تنزلوا في نفس اللحظة لحي الجامعة. طبعا المنطقة هذه المربع اللي على مدخل باب الفيلا مساحتها جيدة، تقريبا نقول 30 متر مربع، هذه تقدروا تخلوها باركينج للسيارة، اتوقع انها تكفي لثلاث سيارات. طيب نتكلم عن الفيلا. الفيلا مبنية على مساحة ارض 330 متر، هذه الارض المحيطة بالفيلا، هي 4 أدوار. مساحة الفيلا الاجمالية من الداخل ايضا 330 متر مربع، وهي عبارة عن 4 غرف، وفيها صالتين، وفيها 7 دورات مياه، بالاضافة الى شيء مميز جدا، عندنا المصعد مثل ما انتم شايفين. اول ما ندخل على يسارنا مباشرة عندنا المصعد يخدم الادوار كلها، مصعد ما شاء الله يكفي تقريبا 6 اشخاص. نبدأ نشوف الفيلا من الداخل، تفضلوا ايانا. طبعا اول ما ندخل تواجهنا الصالة مباشرة، عندنا هنا دورة المياه الاولى. طبعا الفيلا فيها 7 دورات مياه، وجميعها مكتملة، فيها الكلوزيت، المغسلة والمروش. طبعا نوصل للصالة، ايضا عندنا ميزة اخرى للفيلا، جميع الفيلا يعني من الواجهة الامامية من الدور الارضي الى اخر دور جميعها مطلة على البحر، واطلالة كاملة وايضا على الطبيعة. هنا عندنا الصالة طبعا مقسمة على قسمين تقريبا، عندنا المنطقة الثانية هذه ايضا، يعني المنطقة هذه ممكن اللي حاب يستخدمها كغرفة يعزل المنطقة هذه يستخدمها كغرفة. نطلع للواجهة الامامية. طبعا تقريبا قبل 6 شهور وصل الغاز الطبيعي للمنطقة، يعني اللي يحب يحول نظام التدفئة للغاز الطبيعي يقدر، لانه الغاز الطبيعي واصل المنطقة. مثل ما انتم شايفين حاليا احنا نعتبر في الدور الثالث، لانه مدخل الفيلا مرتفع، عندنا دورين تحت ودور فوق راح نشوفه الان بالتفصيل. طبعا هذه بلكونة جميلة، مساحتها شرحة، اتوقع ما يقارب 3.5 × 2 2.25 تقريبا، مساحة طيبة تقدر تحطوا فيها طاولة طعام تكفي ل6 أشخاص أو 8 أشخاص. طبعا إطلالة مثل ما انتم شايفين كاملة على البحر وعلى الطبيعة. المنطقة الأمامية اللي بنشوفها الآن، طبعا الأرض اللي في النص هذه تابعة للدولة، ما فيها إعمار، والأراضي الباقية الأخرى مثل ما انتم شايفين كلها مبنية أوريدي، فيها فلل 3 أدوار ما تغطي حتى على الدور الأرضي. الآن نتوجه نشوف الغرف بشكل تفصيلي. الفيلا جديدة طبعا، عمرها تقريبا 3 سنين، معروضة للبيع بالأثاث. طبعا أيضا كل دور فيها بلكونتين، بلكونة أمامية اللي شفناها، وأيضا عندنا بلكونة جانبية مساحتها يعني تعتبر مساحة متواضعة جدا، لها إطلالة أيضا على البحر والمدينة نفسها. طيب راح نبدأ ننزل الأدوار السفلية أو نطلع للدور العلوي، بعدها نكمل الأدوار السفلية. طبعا المدخل مثل ما ذكرت لكم من الدور الثاني، طلعنا هنا هذا آخر دور. طبعا المصعد مثل ما ذكرت لكم يخدم الأدوار كلها. نجي هنا عندنا دورة المياه، طبعا هذه ثاني دورة مياه نشوفها. طبعا هذه مخصصة للغرفة
اللي راح نشوفها الآن الغرفة الجانبية. هذه الغرفة الجانبية مساحتها كبيرة ما شاء الله، حاطين فيها سريرين مثل ما انتم شايفين، يعني ما شاء الله مساحة كبيرة جدا. عندنا الفضاوة هذه اللي انتم شايفينها، عندنا السرير الدولاب، هذا السرير الثاني. طبعا لها ايضا بلكونة مثل ما ذكرت لكم، كل دور فيها بلكونتين. هذه البلكونة الجانبية ايضا مثل ما انتم شايفين اطلالة كاملة. راح نشوف البلكونة الامامية الان. تقريبا عندنا غرفتين ماستر في الفيلا، يعني مساحات كبيرة جدا، وايضا لها دورات مياه خاصة فيها مثل ما انتم شايفين. هذه غرفة رئيسية فيها دورة مياه متكاملة، ايضا مساحة شرحة جدا، بالاضافة انه الفيلا مكيفة بالكامل، جميع الغرف والصالات فيها المكيفات الاسبلينج. تفضلوا ويانا. هذه البلكونة الامامية، طبعا شيء جميل جدا، يعني عندكم اطلالة على الطبيعة، الفلل الجميلة اللي تحتكم اللي تشوفوها، ايضا مقابلكم البحر، اطلالة صراحة جميلة جدا. والموقع يعتبر مركزي، موقع مركزي جدا، حيث انكم قريبين من جميع الخدمات، يعني من هنا 3 دقائق بالسيارة توصل لحي الجامعة اللي فيها مثل ما ذكرت لكم افضل المطاعم والكافيهات، وايضا عندنا مول الفورم. طيب غلقنا من الدور العلوي وشفنا طبعا الدور هذا، شفناه هنا عندنا مدخل الفيلا. وصلنا هنا اللي هو يعتبر الدور الاول، عندنا ايضا هنا دورة المياه اللي تخدم الغرفة الجانبية مثل اللي موجودة في اخر دور. هنا عندنا الغرفة، غرفة الأبناء ممكن نسميها مثل ما انتم شايفين، مساحة كبيرة وشرحة، عندنا أيضا فيها سريرين وفيها الدولاب بالإضافة إلى البلكونة. تقدروا تشوفوا الإطلالة بشكل كامل من البلكونة. طبعا مثل ما ذكرت لكم احنا حاليا في الدور الأول، يعني من الدور الأرضي للفيلا جميعها مطلة على البحر. هنا عندنا الماستر روم الثاني، طبعا فيها دورة مياه أيضا مثل اللي شفناها في آخر دور، فيها سرير اللي هو المزدوج بالإضافة إلى الدولاب وكنبتين، صراحة معطية منظر جميل. وهنا نشوف البلكونة الأمامية، شوفوها ويانا، أيضا فيها طاولة طعام تسع ل6 أشخاص تقريبا، ومثل الإطلالات اللي شفناها فوق. راح ننزل الآن للدور اللي فيها الحديقة، حديقة الفيلا اللي هي مساحتها تقريبا 280 متر، الأرض مساحة الإجمالية لها 330. طبعا لما نخرج مساحة البناء تبقى الحديقة 280 متر تقريبا. عندنا هنا المصعد، وصلنا الآن للدور الأرضي. عندنا المصعد يخدم المنطقة هذه، طبعا اللي عمل البناية استغل المنطقة هذه بشكل مميز اللي هو تحت الدرج أو الروف، استخدمها حط فيها غسالة الملابس، تمديدات غسالة الملابس. هنا عندنا الصالة الثانية، طبعا الفيلا فيها صالتين، هنا عندنا الصالة الثانية، وهنا عندنا المطبخ اللي تخدم الفيلا. طبعا المنطقة هذه فيها دورتين مياه، أقدر أوريكم إياه بشكل تفصيلي. عندنا هنا دورة المياه الأولى أيضا متكاملة، وهذه دورة المياه الثانية مثل ما انتم شايفين. طبعا المساحة المنطقة هذه جميلة جدا، طبعا عندنا بوابة من الأمام ممكن نخرج للحديقة، وأيضا عندنا بوابة جانبية راح أخرجكم منها للحديقة الجانبية. طبعا مثل ما انتم شايفين مزروعة فيها بعض أنواع الخضروات، عندنا المساحة الطيبة هذه مساحة جانبية.
مثل ما انتم شايفين. طبعا هذه ممكن اللي حاب يعمل عليها تعديلات مثلا يغير فيها بالطريقة اللي تناسبه. مزروعة فيها بعض أنواع الخضروات. عندنا المنطقة الأمامية هذه يعني صراحة جلسة جميلة جدا، ممكن تحطوا فيها طاولة الطعام، ممكن يكون فيها منطقة للشوي، هذا مخير فيها اللي حاب يتملكها. أتمنى إذا عجبكم الفيديو والشرح كان مفيد تفعلوا زر الاشتراك وأيضا تفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.